الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف موقع أكس بيتستان العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم أن بغداد أرخص في تكلفة المعيشة من أربيل بنسبة أكثر من 5%. ووفقا للموقع في أحدث تصنيف له للعام 2021، فإن نسبة ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام تعادل 7% أقل مما يدفعه السكان في أربيل، حيث تبلغ قائمة طعام الغذاء الرئيسية في الحي التجاري في بغداد 9,250,000 دينار عراقي، في حين تبلغ تلك القائمة في أربيل 15,500 دينار للشخص الواحد. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في كردستان، فيما أغلقت البورصة الرئيسة في بغداد. وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار في أربيل شهدت اليوم استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بواقع 147,500 دينار لكل 100 دولار. وأشار المصدر إلى أن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد أغلقت هذا اليوم نتيجة العطلة التي أعلنت عنها الحكومة بمناسبة 10 من محرم. قال محافظ السليمانية هضال أبو بكر إن السلطات تسعى إلى زيادة استيراد مادة البنزين من إيران لتدارك الارتفاع الحاصل بوقود السيارات. وقال أبو بكر إن قضية التحكم بأسعار البنزين والوقود ليست من صلاحيات المحافظة، ولكنها حاليا تنسق مع حكومة بغداد وأربيل للسيطرة على أسعار البنزين والحد من ارتفاعها. وأضاف أن وزارة الثروات الطبيعية قررت اعتبارا من الأسبوع المقبل تخفيض أسعار الوقود والمحروقات. واصلت أسعار النفط الخام خسائرها لليوم السادس لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الطلب على الوقود وسط ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم. هذا وهبط خام برنت إلى 67.38 دولار للبرميل، فيما خسر الخام الأمريكي الغربي الوسيط نزل إلى 64.53 دولار للبرميل بعد أن تراجع بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة. واستمر الانزلاق حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن زيادة الإصابات الناجمة عن نوع دلتا لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. علق صندوق النقد الدولي وصول أفغانستان أي من موارد المؤسسة المالية بالتزامن مع عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم وعدم وضوح موقف المجتمع الدولي. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إنه لا يمكن لأفغانستان الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو موارد صندوق النقد الدولي الأخرى. وأضاف أن صندوق النقد يسترشد بآراء المجتمع الدولي، لافتا إلى وجود نقص في الوضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة في أفغانستان. هذا ويأتي قرار الصندوق بعد ساعات من نقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في وزارة الخزانة قولهم إنهم تواصلوا مع الصندوق لتعليق أي مساعدات أو مساهمات مالية لأفغانستان. أعلنت منظمة التجارة العالمية أن مؤشر نشاط التجارة العالمي سجل أعلى مستوى في تاريخه، وهو ما يؤكد قوة انتعاش التجارة بعد الصدمة القوية التي خلفها فيروس كورونا. وقد وصل مؤشر نشاط التجارة العالمي إلى ما فوق 110 نقاط للمرة الأولى منذ انطلاقه في تموز عام 2016، مرتفعاً بأكثر من 20 نقطة على أساس سنوي. وذكرت منظمة التجارة العالمية أن ارتفاع المقياس يعكس كلا من قوة النمو التجاري الحالي وعمق الصدمة الناجمة عن الجائحة في عام 2020، مضيفة أن توقعات التجارة العالمية لا تزال تخيم عليها احتمالات التراجع. ختام الموجز، إلى اللقاء.